خلوني أحكي لحضراتكم حكاية. الشيخ هاشم السيد غنيم عليه رحمة الله والد الدكتورة هالة غنيم ما كانش بيستحمل عليها الهوى، كان أي حد يلمسها يزعقله فورا، كان شايفها دكتورة. هو كان بيقول لهم دي الدكتورة اللي انتوا في يوم من الأيام هتتشرفوا بيها وتشيلوا لها شنطها. توفاه الله وعمرها 7 سنين. تخيلوا الراجل كان شايف إيه. المهم إن بعد سنوات طويلة جدا وحصول الدكتورة هالة غنيم على الدكتوراه من جامعة ماربك في ألمانيا، عادت إلى مصر، قابلها أخوها في المطار وطبعا استلم منها الشنط، وفجأة لقيته بيعيط. فبتسأله انت بتعيط ليه؟ للدرجة الفرحة ان انا خدت الدكتوراه؟ قال لها لا، انا افتكرت والدنا الشيخ لما قال ان دي هتبقى الدكتورة وانتوا اللي هتشلوا لها الشنط. تحققت النبوة. خلونا نكمل. خلي بال حضراتكم من طقوس الدكتورة هالة غنيم خلال شهر رمضان إنها لازم تزور أهلها في مصر وتحديداً في المنوفية، وخلال الزيارة قابلناها وتكلمنا عن خطة حفظ التراث المصري. ركزوا معها. دكتورة هالة غنيم أستاذ حفظ التراث جامعة دريزن في ألمانيا، الحمد لله على السلامة في مصر. الله يسلم حضرتك. أشك إن الزيارة دي مش زيارة عمل، صح ولا لأ؟ رغم اننا في رمضان وحضرتك جاي عشان نعيش يومين اجواء رمضانيه كده، صح؟ بس اكيد في شغل. اكيد بتعملي ايه؟ هي زياره عمل. اعترفي. اعترف انها زياره عمل. لعقد عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الاقليميه، وكمان لمشروع مع جامعه دريسدن في المانيا. مع جامعه دريسدن في المانيا. ايوه. تخصصي بقى؟ في عده تخصصات. حفظ التراث، الهندسه المعماريه، وبجانب ده طبعا في مشروعات خاصه بالبنيه التحتيه واعاده تاهيل المواقع الاثريه واعاده تاهيل بعض المباني الموجوده في مصر والمتاحف ومؤسسات الذكرى. دكتوره، هو انت بتلاقي وقت امتى لحياتك الخاصه؟ لا، هو في طبعا ورك لايف بالانس، لان ده طبيعي عشان الواحد ما يحصلوش كولابس، ما ينهارش. فلا، بنلاقي يعني، هي الفكره طريقه ترتيب الحياة العملية حوالين بقى الحياة الخاصة. يعني هي الحياة الخاصة هي قلب، هي دكور لكل ده. ليها مكان، أكيد ليها مكان، بس بحاول. أسألك سؤال واضح وصريح. فضل. حياتك الخاصة والشخصية تأثرت بعملك لدرجة أن ممكن عملك هو اللي طاغى عليها؟ أقدر أقول لحد كبير. صح كده؟ ده حقيقي. وما بنعيدش تفكير في أوقات محددة؟ يعني بنقول ما تيجي كده هي مع نفسها بقى حوار، ده انا بحكي حوار داخلي جواكي، ما تيجي نعيد تفكير في حياتنا من جديد، تعالي نشوف ايه اللي بيحصل، تعالي نخطط من جديد، ولا الكلام ده مش موجود وخلاص تفرغت للشغل فقط؟ لا، باكيد يعني جزء من المتابعه او تطوير الذات انك دايما تعيد ترتيب اولوياتك. فلا، اكيد كل فتره كده بعيد حساباتي في اكتر من حاجه، بس جزء كبير من سعادتي في حياتي ان انا انجز. شغلك. مصر النهارده بتنفذ شغل قوي جدا في حفظ التراث وانشاء المتاحف وتطوير المناطق الاثريه والتاريخيه. تقييمك للكلام ده ايه؟ وشايفه ان الكلام ده ممكن يعود على مصر بايه؟ هيعود على مصر بمليارات الدولارات، خلينا نقول. فلو احنا مثلا فكرنا في قريه زي شبرا ملس في محافظه الغربيه وانتاجها من الكتان. شبرا ملس. لو عملنا إحياء لطرق الصناعة التقليدية اللي كانت قديمة من عصر الفراعنة، وعملنا ما يسمى بالكرافت فيليج، الألمان عملوها، الأمريكان عملوها، بيبقى عملنا أكتر من حاجة على المستوى المحلي والاجتماعي، أهلنا عمالة من داخل القرية نفسها، ولكن كمان عملنا براندنج للمنتج المصري، وعملنا ترويج للهوية الثقافية المصرية عن طريق إن احنا نقول إن ده صنع في محل أو في مكان في مصر ويشتهر بزراعة وصناعة الكتان على الطريقة التقليدية المصرية القديمة. رقم واحد. رقم اتنين، دي لوحدها هتبيع في العالم كله. بالظبط. فكرة. ونجيب بقى لما السياح يجوا، عايزين تشوفوا المصريين القدماء كانوا بيصنعوا الكتان. تعال براك بتوع العجينة في المنوفية، عجينة الياسمين. فنبقى رفعنا المستوى المعيشي للناس اللي عايشة جوه القرية، وفرنا لهم دخل ثابت، عملنا صناعة محلية بتنافس على المستوى العالمي، وفي نفس الوقت روجنا للهوية الثقافية المصرية وحيينا حرفة تقليدية، وده اللي بنسميه التراث الغير ملموس. وجودك في ألمانيا بيخليك تحتك بمدارس كثيرة جدا وخبرات ممكن تنقلها لنا في مصر، بتلاقي اللي يستجيب للخبرات دي؟ إلى حد كبير.
انت طبعا السيده سهى جندي او السفيره سهى جندي وزيره الهجره والمصريين بالخارج اي مبدور عظيم جدا معاكم ده حقيقي علماء مصر في الخارج ده حقيقي ولكن الوزارات الاخرى اخبارها ايه الى حد ما بنلاقي استجابه طبعا مش بتبقى بنفس القوه من وزاره الهجره لان وزاره الهجره معنيه بشؤوننا لكن لا بنلاقي استجابه الى حد كبير بنلاقي استجابه في التعاون وكده خصوصا يعني انا مش مقدرش انكر ان وزاره الخارجيه مثلا قطاع العلاقات الثقافيه في وزاره الخارجيه كان داعم جدا في بدايات مشروع التراث الثقافي الفضاء السيبراني فما اقدرش انكر ان هم الى حد كبير كانوا على يعني على احسن ظنوننا بيهم يعني. امتى بقى الدكتوره هاله غنيم ممكن تفكر في العوده لمصر والانضمام لاحد الجامعات الكبرى وتضيف كل خبراتها للجامعات المصريه عندي تارجت وهو تحدي من ايام الدكتوراه انه ابقى انا درست في النظام التعليم المصري والنظام التعليم الامريكي وفكره انه ابقى استاذ او احصل على لقب استاذ دكتور في النظام الاكاديمي الالماني هي من اصعب التحديات فانا واخده تحدي وعهد على نفسي اني مش هرجع مصر الا لما اخد درجه الاستاذيه في النظام الالماني لان ده وعد انا قطعته على نفسي قدام مشرف الدكتوراه بتاعي اني هبقى لانه من اصعب الانظمه ده بالنسبه لي تحدي فانا قابل التحدي ده وفي الحاله دي كمان ما بقاش راجع مصر وانا ما معيش كل الاليات انا لازم يبقى معايا كل الاليات اللي اقدر افيد بيها بلدي لانه لقب بروفيسور دكتور بيفتح ابواب كتيره جدا في اوروبا الدكتورة هالة غنيم أستاذ مساعد علوم الصورة السياسية وحفظ التراث في جامعة دريسدن في ألمانيا الرابط على درجة البروفيسير أو الأستاذية وده جهد وشق سنين من المذاكرة والاطلاع والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتنفيذ المشروعات الثقافية المهمة اللي العالم كله بيهتم بيها وبالمناسبة الدكتورة هالة غنيم طموحها بلا حدود وأجمل لحظاتها وهي بتنقل خبراتها لطلابها ربنا يوفقها في حياتها الدكتورة هالة غنيم أستاذ مساعد علوم الصورة السياسية وحفظ التراث في جامعة دريسدن في ألمانيا قالت لنا أنها تتواصل بشكل كبير جدا مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج من خلال الوزيرة شخصيا السفيرة سهى جندي بشكل مستمر دايما بتتواصل معهم وتسأل على أحوالهم ولو في حدث مهم في حياتهم بتسافر فورا عشان تشاركهم هذه الأحداث وخلي بال حضراتكم زي ما الدكتورة هالة غنيم بتتفاخر إنها مصرية بلد التاريخ والأثار إحنا كمان بنتشرف بالدكتورة هالة غنيم أستاذ حفظ التراث المرموق في أوروبا وأمريكا نشوفكم بكرة